بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. اليوم إن شاء الله مع درس خفيف، درس يعني ممتع جدا إن شاء الله، إن كيف أستخدم الترانزليشن، ترجمة، أترجم من لغة إلى لغة باستعمال جوجل ترانس. الأجندة فور توداي إن شاء الله، أول شيء نحكي أوفر فيو على جوجل ترانزليشن، نعطي لمحة عامة عن جوجل ترانزليشن، بعدين نشوف إيش اللغات اللي سبورتد المدعومة، بعدين نعطي مثال بسيط على كيف نعمل ترانزليشن، بعدين نعطي كيف نعمل جمل، كيف نترجم جمل إلى لغات متعددة، بعدين نشوف الأوبجكت تبع ترانزليشن إيش التفاصيل تبعته، بعدين نعمل إتريت أوفر للترانزليشنز، بعدين نشوف كيف ممكن إحنا نتعرف على اللانجوج تبعت التكست بشكل تلقائي. الآن جوجل ترانزليشن هي مكتبة من جوجل تستخدم في بايثون، وهي مجانية unlimited، وهي من أشهر المكتبات اللي تستعمل في الترجمة. طبعا تستخدم الـ API تبعت الترانزليشن زي ما راح نشوف بعد شوية، والفيتشرز تبعتها في كثير فيتشرز لهاي اللايبرري. أول شيء هي سريعة وموثوق بها، بتعمل Auto Language Detection يعني بتتعرف على اللغة بشكل تلقائي، Bulk Translation ممكن تعطيه Bulk من التكست، مجموعة من التكست كاملة توديها إله فبعمل لك Translation إلها، Customizable Service URL بعمل Connection Pooling، وتدعم الـ HTTP2. حتى نعمل Installation إلها نعمل Pip Install Google Trans. الآن حتى نشوف اللغات السبورتد ممكن تقول له import Google Trans وتقول له print Google Trans dot languages، بظهر عنا كل اللانجوجز سبورتد. مثلا هون بشوف مثلا هنا هاي مثلا العربيك AR Arabic، لغات العديدة منها. وهلا بالصيد الثاني بنشوف ترتيب آخر عشان اللي حاب تنسبكت لغة معينة يشوفها بشكل أسهل. هاي اللغات زي ما تشوفين هيك مرتبة ترتيب، كل لغة إيش اختصار لها واللغة نفسها، زي ما شايفين هون مثلا عنا Chinese, Korean, Japanese, Italian, Russian, Urdu، مليان لغات زي ما شايفين. فأنتوا ممكن تستخدموا هاي اللغات وتترجموا من أي لغة لأي لغة. لأن نأخذ مثال بسيط جدا على هذا الموضوع، كيف ممكن أترجم مثلا كلمة معينة. فبقول له أول شيء from Google Trans import translator، بعمل import لهذا الأوبجكت، بعدين بعمل له initialization، بعمل له translator يساوي translator، بعدين بقول له هنا print translator dot translate ترجم كلمة مرحبا، وطلع لي الترجمة تبعتها اللي هي dot text. فزي ما تشوفين بترجم لي مرحبا اللي باللغة default، إذا ما بتحط له اللغة اللي بدك إياها بترجمها باللغة الإنجليزية، فطلع عندي هاي، فمرحبا ترجمتها هاي. أنا قلت له هنا ترجم لي مرحبا بس خلي destination اللغة اللي بدي أترجم إلها الكوريان، فطبعتها dot text طبعا كلها dot text، بطلع لي هون هاي الكوريان، فمرحبا بالعربي هاي الترانزليشن بالكوريان إلها. الآن كمان مرة عمل لي ترانزليت لهلو، هلو من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية، حول إياها لعربي فترجم لي إياها مرحبا. فزي ما انتم شايفين الموضوع سهل جدا، لكن لازم تكون انت موصول على النت حتى تقدر تعمل يعني كولينج لهالترانزليتر الموجود عندنا. خلينا نشوف كمان ممكن نعمل مثلا ترانزليشن ل سنتنس. نفس الشيء بعمل from Google Trans import translator، بقول له translator، بعمل initialization للترانزليتر، وهون بقول له translator.translate بسم الله الرحمن الرحيم dot text. فهيك باي ديفولت راح يطلع لي باللغه الانجليزيه، وفعلا هيو in the name of Allah the merciful، فهي طلع لي اول ترجمه. بعدين قلت له ترجم لي بسم الله الرحمن الرحيم الى الكوريان، اللغه الكوريه، اليابانيه، الفرنسيه، الصينيه، الايطاليه، الروسيه، والاردو، الهنديه. فزي ما تشوفين طلع لي كل هالترجمات، زي ما تشوفين هي كلها كل ترجمة موجودة عندي هون
باللغة اللي أنا طلبتها. فالموضوع بقدر أحط هنا سنتاكس كبيرة جدا، ممكن ترجمية طوالي زي ما راح نشوف بعد شوية. فالترجمة شغلة بسيطة، كل ما هناك أنا بس بستدعي الترانزليتر وبحدد شو اللغة اللي بدي إياها ديستنيشن، ودوت تكست بطلع لي الترجمة تبعتها. هنا مثال اني كيف ايش غير التكست دوت تكست، في عندي اشياء ثانيه ممكن اطلعها. فانا لو قلت له هنا مثلا اطبع لي، اول شيء بدي اعمل ترانزليتر ترانزليت، فترانزليتد اوبجكت بده يحتوي على كل معلومات مرحبا محمد، فالسورس تبعها عربيك والديستنيشن تبعها انجلش. السورس تبع هاي اللانجوج عربيه، بدي احولها للغه الانجليزيه. فاسا ممكن اقول له اطبع لي translated.source، فالسورس تبعي هيو عربيك، فالسورس لانجوج طبعا اللي هي السورس اللي هون عربيك. لو قلت translated destination اللغه اللي بدي اترجم لها اللي هي طبعا راح تكون انجلش، اللي هون انجلش. بعدين قلت له translated الاوريجن، الاوريجن اللي هي الكلمه اللي بدي اترجم منها، هي مرحبا محمد، هي مرحبا محمد. بعدين قلت له translated text اللي هي الترجمه لمرحبا محمد للغه الانجليزيه، هي هاي محمد هو ترجم لي اياها. بعدين pronunciation، فهنا نن لان هي لغه انجليزيه، فانا اذا بدي احط لغه ثانيه ممكن يطلع لي حتى how to pronounce الكلمه هاي باللغه الانجليزيه. طيب نكمل الان، اذا يا ترى بدي اطبع كل الاوبجكت هذا اسمه translator dot translate مرحبا، شو راح يطبع لي؟ طبعا هو ما في دوت تكست، فراح يطبع لي كل الاوبجكت هذا اللي وكل تفاصيله. فقلت له print translator dot translate مرحبا، فجاب لي هنا translated source Arabic لأنه هنا طبعا عمل detection لقاها لغة عربية، destination English by default لأنه أنا ما حددت هنا شو بدي destination، فهو by default بحط ليها English، والtext اللي هو الترجمة تبعتها هاي مرحبا ترجمتها هاي، pronunciation none لأنها لغة إنجليزية، وإذا في extra details. لاحظ الثاني مثلا عبارة عن مرحبا، بس انا بدي الديستنيشن يكون لي كوري، يعني انا بدي يترجم لي مرحبا للكوري، فهيو السورس تبعي عربيك، الديستنيشن اللي هو اللي بدي اترجم الى الكوري، وهي التكست اللي هو ترجمه كلمه مرحبا، وحتى اعمل لي البرونسيشن، البرونسيشن اللي هي كيف تعمل برونونس للكلمه هاي باللغه الانجليزيه، واذا في اكثر ديتيلز. ونفس الشيء اذا عملت هون للكوري، يعني مثلا هاي الكوري لغة الكوري، عمل هاي، هاي معناها هاي اللغة الإنجليزية لأنه هنا باي ديفولت ما في عندي ديفولت، وهكذا. هنا بنعمل iterate over the transition. يا ترى هنا لو أنا أعطيته هنا جملة a list of جمل، فمثلا قلت له translator.translate، حطيت بين list اللي هي the quick brown fox comma jumps over comma the lazy dog، بدي أترجم هذا للغة العربية. فشو بعمل هنا؟ ممكن اعملها هنا iterate over هاي الليست الموجودة عندي هون اللي هي translator، فبقول له for translation in translations الموجودة عندي هون print translation.origin لا translation.text، حط لي هنا شو الجملة الأصلية والجملة المترجمة. فهون عمل iterate over هذول الثلاث جمل وطلع لي هنا the quick brown fox ترجمتها الثعلب البني السريع، jump over jumps over يقفز فوقه، the lazy dog اللي هو الكلب الكسول. فهنا عمل لي iterate over الثلاث جمل هذولا وحط لي اياهم وقال لي كل جملة شو معناها. طب هنا كيف انا ممكن اعمل detect للانجوج، بدي اقول له شو هاي اللانجوج. مثلا هنا قلت له print translator to detect بسم الله الرحمن الرحيم، ما هي اللغة هاي؟ فزي ما انتم شايفين هون طبعا الديتكت بترجع لي شو اللغه وشو الكونفيدنس تبعتها، قديش هو واثق ان هاي هي اللغه. فهون قال لي هاي اول لغه اللغه العربيه وكونفيدنس 100% يعني واحد. اللغه الثانيه قال لي هاي كوريان والكونفيدنس واحد يعني 100%. اللغه هاي جابانيز، هي جابانيز لانجوج جابانيز والكونفيدنس 100%. واخر جمله this sentence is written in English، وهي قال لي it's in English، الكونفيدنس تبعي الواثق الوثوق بهاي انها انجليزيه 100%. فهاي كيف اعمل ديتكت اني اتعرف على اللغه بدون ما اعرف اياها انا، فعرفوا هاي عربيه هاي كوريا هاي جابانيز هاي انجلش. هنا كمان اذا عندي هنا list of words،
فقلت له هنا ديتكت مرحبا والكلمه هاي والكلمه هاي والكلمه بالليست كليست. فعملت هنا اتريت اوفر كل هاي الديتكشن اللي هي اللانجوجز اللي عندي موجوده عندي هون. فالاوتبوت انه قال لي مرحبا عباره عن ارابيك 100%، اللغه الثانيه كوريان 100%، اللغه الثالثه جابانيز تقريبا 96%، والانجليش عباره عن انجليش 100% عارف ان انجليش لي فرانس عباره عن فرانس وهي 95%. هون بعطيني قديش تقريبا نسبه الدقه في الديتكشن لهاي اللغات. هيك ممكن خلصنا هاي المكتبة الخفيفة، وأرجو أن يكون هذا الدرس مفيد تستفيدوا منه إن شاء الله، وألقاكم في درس قادم بإذن الله تعالى، وشكراً.